السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في موسم جديد من لغة الجسد. والحلقة بتاع النهاردة مميزة جدا لأني قررت أن أنا أخصص السلسلة بأني أجزأ لغة الجسد إلى أجزاء متتالية علشان تستوعب وتفهم لغة الجسد بالشكل الصحيح. وأول حلقة هبدأ بيها النهاردة هي نظرات العين، وإزاي توظف نظرة عينك في الاتجاه الصحيح علشان تقدر تتعامل مع الناس بالشكل الأفضل وتقدر تعيش حياة فيها رخاء وفيها متعة وفيها يسر بإذن الله. ويكفي أنك هتعرف الأشخاص بتفكر في إيه من خلال نظرات عينيهم، من خلال لمسهم لعينيهم، ويا ترى العين بتعبر عن ايه تحديدا. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة على بركة الله. عايزك تركز وتنتبه في كل كلمة هقولها، وياريت تجيب ورقة وقلم علشان تسجل معايا اهم المعلومات اللي هتوصلك فعلا انك تفهم الاخرين بالشكل الجيد. أول حاجة في نظرات العين هي الاتجاهات. الإنسان تقريبا ليه 8 اتجاهات، وممكن الاتجاه التاسع يكون في المنتصف. هنتكلم دلوقتي عن 9 اتجاهات، ودول مهمين جدا لو فعلا قدرت تتقنهم هتفهم الشخص اللي قدامك بيفكر في ايه تحديدا. اول نظرة هي اعلى اليمين فوق. اعلى اليمين فوق معناها ان الشخص ده بيحاول يخلق صورة بصرية خيالية هو ما شافهاش في الواقع. النظرة بتكون خاطفة، النظرة بيكون خاطفة بهذا الشكل، ممكن انت ما تستوعبهاش، ممكن ما تاخدش بالك، ولكن مرة في التانية في التالتة مع التكرار هتتعلم أصول فن وتحليل الأنماط في النظرات، وأيضا هتعرف الشخص ده بيفكر في إيه. يبقى أعلى اليمين فوق معناها أن الشخص ده بيختلق صورة بصرية خيالية مش موجودة في الواقع. مثلا قلت للشخص ده أنت مبارح كنت في المكان الفلاني، وبدأ ينظر إلى أعلى اليمين بنظرة خاطفة بهذا الشكل، معناها أن الشخص هنا بيحاول يختلق صورة هو ما شافهاش قبل كده. هنا بيحاول يألف صورة، بيحاول يجمع صورة، وده مش معناه أنه موجود عنده في الذاكرة هذه الصورة وبيستدعيها، لكن هو بيألفها، بيحاول يخلقها علشان ما يقعش قدامك في مشكلة وما يبانش ان الشخص ده بيكذب عليك، فبيحاول يرسم صورة خيالية وبصرية غير موجودة. فبالتالي تبدأ تركز هنا وتعرف ان الشخص ده بيكذب عليك او مخبي عنك شيء ما. الاتجاه الاخر اعلى اليسار فوق بتكون بنظرة خاطفة مثل هذه النظرة الخاطفة، ولكن بتكون اعلى اليسار، معناها ان الشخص هنا بيجيب المعلومات من الذاكرة، معناها ان الشخص بيستدعي صورة فعليا موجودة في الذاكرة، فعلا عاش هذا الموقف، فعلا شاف هذا المشهد وبيوصفه ليك بالشكل الصحيح. يبقى اعلى اليمين فوق اختلاق صورة بصرية غير موجودة في الواقع، واعلى اليسار فوق معناها ان هو بيستدعي هذه الصورة من الذاكرة. لكن النظرة اللي بعد كده اتجاه اليمين اتجاه الاذن بهذا الشكل نظرة خاطفة، معناها انه بيحاول يخلق صوت كأنه سمعه وهو ما سمعوش. مثلا بتقول له انت كلمت فلان امبارح، فيبدأ ينظر اتجاه الاذن في الناحية اليمين، فبالتالي معناها انه بيحاول يستدعي صوت مش موجود في الواقع، بيحاول يختلق صوت كأنه سمعه وهو ما سمعوش. تركز هنا في هذه النقطة لانها هتفيدك جدا في تعاملك مع الاخرين. لكن الاتجاه الاخر اتجاه الايسر اتجاه الاذن، معناها ان الشخص ده بيستدعي صوت من الذاكرة، الصوت ده فعلا عاشه والصوت ده فعلا سمعه. يبقى اتجاه اليمين اتجاه الاذن معناها ان الشخص بيختلق صوت كأنه سمعه وهو ما سمعوش، لكن الجانب الآخر معناها ان الشخص ده بيستدعي هذا الصوت الموجود في الذاكرة فعليا. اسفل اليمين تحت معناها ان الشخص ده بيكلم نفسه وبيسأل نفسه سؤال او بياخد قراره ما. لو مثلا بتبيع للشخص اللي قدامك منتج، والشخص اللي قدامك وانت بتبيع له المنتج بدأ ياخد القرار بالنظر الى اسفل اليمين تحت، معناها انه بيسأل نفسه اشتري ولا ما اشتريش. تبدأ تقول له هنا المنتج اللي معاك ده يا فندم منتج خامته كويسة جدا، سعره مناسب جدا، هيفيدك جدا في حياتك، مش مستاهل التفكير، مش مستاهل انك تتخذ قرار. فبالتالي انت فهمت الشخص اللي قدامك ووفرت عليه انه يتخذ قرار. فهنا بيسأل نفسه، بيشور نفسه في شيء بشكل منطقي وشكل تحليلي. اما اسفل اليسار تحت معناها ان الشخص عايش مع الموقف بمشاعره، عايش مع الحالة بمشاعره، بيسأل نفسه سؤال مرتبط باحاسيسه ومشاعره. لو قلت له مثلا هل انت بتحبني؟ وبدأ ينظر الى اسفل اليسار بهذا الشكل، معناها ان هو فعلا بيجيب الشيء ده من عاطفته، بيشوف فعلا هل هو بيحبك بجد ولا لا.
والنظرة اللي بعد كده هي نظرة أعلى المنتصف. لما الشخص ينظر بهذا الشكل معناها أنه هو هنا في حيرة وبيحاول يجمع أفكاره علشان يرد عليك، فتبدأ تقول له أساعدك. فهنا منتصف الأعلى معناها أن الشخص في حيرة، معناها أنه بيجمع أفكار مستقبلية علشان يرد عليك. أسفل المنتصف معناها أن الشخص هنا أما محبط أو حاسس بالخجل منك أو حاسس بالخوف أو حاسس بالقلق، أو هو شخص انطوائي أو شخص بيفقد الثقة بالنفس. لو نظر نظرة المنتصف إلى الأسفل بهذا الشكل نظرة خاطفة معناها أنه هو هنا محبط أو حاسس بالخوف أو بالخجل، أو أنه هنا في هذا التوقيت يشعر بالقلق. ولو الشخص نظر هذه النظرة في المنتصف من غير ما يرمش عينيه معناها أنه هنا سرحان مش بيفكر في أي حاجة، فابدأ صح هذا الشخص لأنه ممكن يكون نايم، ممكن تكون قاعد بتحكي معاه دقيقة أو اتنين وتلاتة وهو أصلا سرحان مش معاك، عمال يهزلك رقبته وهو أصلا سرحان، فيجب عليك أن تخلي هذا الشخص يستيقظ من نومه. النقطة اللي بعد كده ودي مهمة جدا، فرق العين بالأصابع. عندنا خمس أصابع، كل صابع بتفرق بيه في عينك معناه شيء مختلف، ولو لقيت الشخص اللي قدامك بيفرق بأصابعه بهذا الشكل اللي أنا هحلله دلوقتي يجب عليك الانتباه والتركيز، وياريت يكون معاك ورقة وقلم دلوقتي تكتب هذه الأمور، لأن مش بالسهل أنك تكتشفها في الأشخاص غير لما تكررها أكتر من مرة وتشوفها قدامك أكتر من مرة. أول حاجة الصابع الإبهام، لو حك العين بهذا الشكل معناها أن الشخص هنا شايف حاجة عجباه ومع ذلك مش هيقولك أن الشيء ده عجبه، ممكن تقول له إيه رأيك في القميص ده وبدأ يحك بهذا الإصبع بهذا الشكل، معناها أن الشيء ده عجبه ولكن مش هيقول لك ان هو عاجبه، ممكن يقول لك كلام تاني، ممكن يقول لك لا لا مش كويس، ولكن في الباطن معناها ان الشيء ده فعليا عاجبه ما دام هو بيحك باصبع الابهام. اصبع السبابه لو بيحك بعينه بهذا الشكل معناها ان هو شايف هنا الخداع، شايف صوره مش عاجباه، شايف حاجه مش عاجباه. لو قلت له ايه رايك في القميص وعمل كده معناها ان الشيء ده مش عاجبه، فمهما قال من كلام معناها برضو ان هو عبر داخليا ان هذا الشيء لم يعجبه، فانتبه من هذا الامر. النقطة الثالثة وهي صابع الاوسط، لو الشخص حك عينه بهذا الشكل معناه انه هنا عايز يستفيد من الشيء اللي هو شايفه، معناه هنا انه عايز يكتسب خبرة اكتر في الشيء اللي انت بتقوله له. لو قلت له ايه رأيك تسافر معايا في المكان الفلاني وبدأ يعمل كده بيقول يا ترى لو رحت معاه المكان ده هستفيد ولا لا، فده معناه انه شايف حاجة عايز يستفيد منها. الاصبع الاخر هذا معناها ان الشخص هنا واقع في مشكلة كبيرة، فيجب عليك التركيز وتركز في هذا الامر جيدا، لان المشكلة اللي هو واقع فيها مشكلة فعليا ملهاش حل، فتبدأ تقول له هو في حاجة احل معاك مشكلة. ولو كنت بتتكلم في السياق ده فيه مشكلة ما وبدأ يعمل كده معناها ان الشخص ده مش لاقي حل للمشكلة اللي انت بتكلمه فيها، فيجب عليك التركيز والانتباه جيدا. الاصبع الاخير وهو هذا الاصبع، لو الشخص حك عينه بهذا الشكل معناها ان هو شايف حاجة فيها شهوانية، فيها جنسية، فيها بذاءة، فيها شتيمة، فيها اي شيء بيدل على عدم الحياء. لو الشخص عمل اصبعه بهذا الشكل معناها ان هو بيقول لك داخليا انت تنظر الي نظرة شهوانية، انا ارى مشهد جنسي، ارى مشهد شهواني، ارى شيء فيه عدم حياء وما إلى ذلك من كل هذه الأمور. يبقى الخمس أصابع أنت فهمتهم، يجب عليك أن تطبقهم من اليوم على الآخرين، وأيضا قبل أن تطبقهم على الآخرين يجب أن تطبقهم على ذاتك أولا لكي تتعلم بالشكل الصحيح. النقطة اللي بعد كده، لو لقيت الشخص اللي قدامك وانت بتتكلم معاه في وسط الحديث لقيته ان هو غمض عينه بشكل شديد جدا وبقوة بهذا الشكل معناها ان الشخص ده متضرر يشعر بالألم، وايضا في هذا التوقيت يشعر بالحيرة من امره، هنا بيتألم الشخص، فحاول تسأله مالك، حاول تخفف كلامك شوية لو كلامك تقيل عليه. لو اغلق عينه بشدة بهذا الشكل معناها ان هو في حيرة، معناها ان هو بيتألم. لو لقيت الشخص اللي قدامك ودي النقطة اللي بعدها بيرمش بعينه بشكل سريع جدا وفي وسط الكلام معناها ان هو بيكذب او بيخفي عليك شيء ما، فلازم تركز كويس قوي في عدد الرمشات اللي الشخص بيرمشها معاك وهو بيتكلم. لو رمش بشكل سريع بهذا الشكل ورا بعض معناها ان الشخص ده بيخفي شيء ما، معناها ان هو هنا بيكذب عليك.
والنقطة اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا لكشف الشخص الكاذب، لو لقيت الشخص اللي قدامك وهو بيتكلم معاك عينه بدأت تروح شمال ويمينه في كل الاتجاهات وبشكل مشتت جدا، اعرف ان الشخص ده بيخفي شيء. لو سألته سؤال مباشر ونظر بهذا الشكل في كل الاتجاهات بهذا الشكل او ببطء او بسرعة مش هتفرق كتير، لو لقيت الشخص بدأ ينظر كده ويعمل كده وبيختلق مشهد وبيختلق صورة علشان يكذب عليك فيها، ولو لقيت عينه بتهرب من عينك كتير في كل الاتجاهات معناه ان الشخص هنا بيحاول يكذب عليك. وممكن الشخص الكاذب المحترف ينظر في عينك نظرة غريبة انت ما شفتهاش منه قبل كده، يعني لو كان بيتكلم بشكل طبيعي معاك وبدأ ينظر في كل الاتجاهات وهو بيتكلم معاك مرتاح عينه بتطلع في عينك وبعد كده تنزل في اتجاه تاني، لكن لو لقيت الشخص ده فجأة كده ركز على عينك بشكل مباشر من غير ما يرمش عينه وفضل مركز معاك جدا، يجب عليك الانتباه علشان ممكن الشخص ده يكون فعليا بيكذب عليك، لان الكاذب المحترف مش بالضرورة ان هو يتشتت من عينيك ولكن ممكن ينظر اليك نظرة مباشرة في عينيك علشان يشوف هل انت صدقته في كذبته ولا لا. والنقطة الاخيرة، وانت بتنظر للشخص لو نظرت ليه منتصف الحاجبين في هذه المنطقة بهذا الشكل معناها انك بتمتلك القوة وبتمتلك الثقة بالنفس، هنا تقدر تسيطر على اي حد فعليا. لو نظرت لي نظرة القوة نظرت لي بين الحاجبين، جربها ومش هتندم. النقطة اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا، نظرة الترهيب والتهديد. لو الذقن نزل لأسفل ونظر الشخص ليك نظرة مباشرة بهذا الشكل معناه انه بيرهبك، معناه انه بيهددك، معناه انه بيتحداك، فيجب عليك أيضا أن تمتلك زمام أمورك وتكون واثق من نفسك وانت بتتعامل مع هذا الشخص، واحذر جيدا في التعامل معاه لأنه ممكن يتسبب ليك في مشاكل كبيرة جدا. نظرة التهديد خلي بالك منها. نظرة التكبر والاستعلاء برفع الذقن إلى الأعلى بهذا الشكل وينظر ليك نظرة تعالي، نظرة غرور، نظرة كبرياء، نظرة ثقة بالنفس، يشعر أنه أعلى منك في المركز، فيجب عليك أيضا التعامل مع هذا الشخص بنمط واثق من نفسه. والنقطة الأخيرة وهي النظرة الشهوانية والنظرة الجنسية. الشخص لو ما بينظرش لعينك طول الوقت وبينظر ليك في هذه المنطقة اللي هي من عند أرنبة الأنف لحد الشفايف معناها أن الشخص ده بيرغب جنسيا فيك، أو الشخص ده يشعر بشهوانية تجاهك لأن دي نظرة تسمى النظرة الحميمية بتكون بين الأزواج. فبالتالي النظرة لما يكون الشخص متعود دايما أنه يبص في عينيك وفجأة اتحول النظر من العينين إلى الشفايف معناها أن الشخص ده اتحول تفكيره ليك بشكل شهواني، الذكر للأنثى والأنثى للذكر. فانتبه جيدا، وألقاكم على خير بإذن رب العباد في الحلقة القادمة. ما تنساش اللايك والمشاركة وتعليقك بالأسفل لو عجبتك الحلقة. سلام ورحمة وبركة عليكم أينما كنتم.